مشاهدينا اهلا بكم الى تفاصيل نشاط الاخبار الى العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يهنئ الشعب الجزائري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ويدعو إلى تجنب التراخي في الوقاية من الوباء ويحث على رفع درجة اليقظة وتوفير شروط استئناف النشاطات في كل القطاعات. رئيس الجمهورية يتلقى بالقيادة تهان ومكالمات هاتفية من أصحاب السمو والفخامة والسادة رؤساء وملوك الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. الوزير الأول عبد العزيز جلاد ينصب خلية اليقظة لمتابعة وتقييم تطورات وضع حرائق الغابات. عشية عيد الأضحى المبارك خدمات نوعية تضمنها اتصالات الجزائر واستعدادات حثيثة عبر الوطن لاستقبال أول أيام العيد في أحسن الظروف. تسجيل 620 جديدتين بكورونا وتماثل 490 حالة للشفاء و14 حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة رحمهم الله. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. بداية وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك بعث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون برسالة تهنئة إلى الشعب الجزائري فيما يلي نصها: بسم الله الرحمن الرحيم. أيتها المواطنات أيها المواطنون، تشاء الأقدار أن نقضي عيدا آخر من الأيام التي عظمها الله في جو لا يختلف عن عيد الفطر المبارك، حيث يحرم لأول مرة 10,000 من أبناء الوطن كسائر المسلمين الآخرين في العالم من أداء مناسك الحج إلى بيت الله الحرام لهذا العام، وحيث ما زالت المساجد ودور العبادة مغلقة بسبب جائحة كورونا رحم الله ضحايا الوباء، وتعازينا الخالصة لأهاليهم وذويهم، وعجل الله بشفاء المصابين والمرضى، وتحية عرفان وتقدير أخص بها مستخدمي الصحة بكل أسلاكهم وسائر المتطوعين الواقفين إلى جانبهم. لقد كنا نتمنى أن يكون الظرف مختلفاً حتى نحيي سنة خليل الرحمن سيدنا إبراهيم عليه السلام، كما جرت العادة بالتواصل والتراحم. وشخصيا كما تمنيت أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأعظم بالعاصمة مع جموع المصلين إذانا بفتحه للعامرين لبيوت الله آمنين مطمئنين، ولكن شاءت الأقدار غير ذلك، فليس أمامنا إلا الصبر على أقدار الله. وإني في هذه الليلة المباركة لواثق أننا جميعا نستطيع أن نتجاوز هذه المحنة بفضل إرادة الشعب وعبقرية أبنائه وبناته وإمكانات وقدرات بلادنا المتنوعة. ولذلك أدعوكم جميعا إلى تجنب التراخي في الوقاية من الوباء، بل أحثكم على رفع درجة اليقظة حتى نختصر الطريق إلى بر الأمان ونوفر شروط استئناف النشاطات في كل القطاعات بالعلم والعمل. أيتها المواطنات أيها المواطنون، إن المجتمع القوي هو القادر على الصبر والصمود وعلى تحويل المحنة إلى محفز لانطلاقة جديدة، ومجتمعنا قوي ومتضامن لا سيما في الشدائد، كما تجلى مرة أخرى من خلال الهبة التضامنية الوطنية وتنافس المبادرات الخيرة للتخفيف من معاناة المصابين والمتضررين. فاللهم ارفع عنا البلاء واحمنا من كل وباء وأنت خير الحافظين. عيد مبارك سعيد لكم جميعا في الوطن وفي المهجر وللأمة الإسلامية قاطبة، وكل عام والجزائر بألف خير. عاشت الجزائر حرة أبية سيدة، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس مكالمات هاتفية من أشقائه أصحاب السمو والفخامة، هنأوه فيها بهذه المناسبة السعيدة متمنين له موفور الصحة ومن خلاله للشعب الجزائري المزيد من الرقي والتقدم. وتمت هذه المكالمات الهاتفية تباعا مع كل من محمود عباس رئيس دولة فلسطين، قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر، محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد عبر السيد الرئيس عن امتنانه للقادة الأشقاء وبادلهم التهاني والتبركات، متضرعا إلى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على شعوبهم الشقيقة باليمن والبركات. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون برقيات تهان من السادة رؤساء وملوك الدول الشقيقة والصديقة التالية: رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى الخليفة، رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، رئيس جمهورية تركمانستان قربان جيلي باردي محمدوف، رئيس الجمهورية القرغيزية سورونباي جين بيكوف، رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توغاياف، رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمن. كما تلقى رئيس الجمهورية رسائل تهنئة مماثلة من السادة الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن حمد العثيمين، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو سالم بن محمد المالك، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية محمد محمد الربيع، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين التابعة لجامعة الدول العربية عادل صقر الصقر. صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 جويلية 2020، يتضمن تعيين مندوبين محليين لوسط الجمهورية في الولايات. كما صدر في العدد نفسه من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يتضمن تعيين مندوبين محليين لوسط الجمهورية في المقاطعة الإدارية. أشرف أمس الوزير الأول عبد العزيز جلاد على تنصيب خلية اليقظة لمتابعة وتقييم تطورات وضع حرائق الغابات باستمرار وفعالية أجهزة الوقاية والمكافحة المخصصة لهذا الغرض. دور هذه الخلية يتمثل أيضا في التحقيق حول أسباب اندلاع هذه الحرائق، وكذا تنفيذ كل الترتيبات المتخذة من طرف الدولة من أجل حماية وتأمين السكان والممتلكات، وسيتم إبلاغ المواطنين بصفة دورية حول تطور الوضع. أجرى وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن رفقة الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات لقاء مع المؤسسات المصغرة من أجل طرح حزمة من القرارات التي من شأنها أن تسهم في حل مختلف المشاكل التي يعاني منها الشباب في هذا المجال الحيوي. فإننا ندعو المؤسسات، كل المؤسسات التي توقفت نتيجة المشاكل الضريبية أو البنكية للعودة إلى النشاط من خلال التقرب من الوكالات الموجودة على المستوى الوطني، والتي سوف ترافقها في حلحلة مشاكلها من خلال إطار عام. بخصوص المؤسسات المصغرة، هي إجراءات يعني سيتم بريمير. لماذا؟ لأنه اليوم راح يتوقفوا كل المتابعات القضائية بالنسبة للوكالة، توقفوا يعني منذ تقريبا ما يفوق 6 أشهر. أما من اليوم فصاعدا كل المتابعات القضائية حتى بالنسبة للبنوك راح يتوقفوا.
لتمكين زبائن اتصالات الجزائر من التواصل مع الأهل والأحباب خلال أيام عيد الأضحى المبارك. ستدخل ابتداء من اليوم خدمة جديدة حيز التطبيق تتضمن عدة مزايا لفائدة المشتركين. بهي مقراني. سيتمكن المواطن خلال يومي العيد من الحصول على مزايا وامتيازات المقدمة من طرف اتصالات الجزائر والمتمثلة في الاستفادة من خدمات مجانية للهاتف الثابت، كما يمكنه الظفر باشتراكات الانترنت وبدون انقطاع خلال هذه المناسبة. نذكر المواطنين بصفة عامة والمشتركين بصفة خاصة بإمكانية تعبئة الأرصدة بطريقة إلكترونية باستعمال بطاقة سيبي الذهبية أو بطاقة التعبئة. ولتشجيع المواطنين على استعمال هذه التكنولوجيات راح يستفادوا يعني من مزايا تصل إلى غاية 6 أيام بالنسبة للإنترنت. كما ستكون وكالات اتصالات الجزائر مفتوحة أمام المواطنين خلال يومي العيد. كما تدعو اتصالات الجزائر زبائن الكرام على استعمال الدفع الإلكتروني عبر الموقع www.algerietelecom.gov وذلك لتفادي انتشار وباء كوفيد-19. هي التفاتة طيبة من اتصالات الجزائر لأننا سنتمكن خلال يومي العيد من الاستفادة من مجانية الخدمات. نشكر الجزائر تيليكوم كي حلونا اليوم العيد إن شاء الله، ومامطون باش نجمو نتكلموا مع موالينا، نتكلموا للإترونجي إن شاء الله، وإن شاء الله ما يكونش كما يقولوا ما عندناش ازدحام في هذه المناسبة هذه. وتدخل هذه الخدمات الممنوحة من طرف اتصالات الجزائر لتجنيب المواطن عناء التنقل إلى الوكالات وتشجيع استعمال البطاقة الذهبية، وكذا منع أيضا انتقال عدوى فيروس كوفيد-19. واتخاذ التدابير الوقائية على مستوى المذابح أمر ضروري لتفادي انتشار الوباء، حيث يسهر أعوان النظافة على تعقيمها وتنظيفها والعينة من مذبح الحراش الذي يتوقع نحر أزيد من 1000 أضحية خلال أيام العيد، تقول بديعة زياد. عملية التعقيم هي من بين أهم الإجراءات التي يتخذها مذبح الحراش بالعاصمة استعدادا ليوم النحر. نظرا للظرف الصحي هذا اللي راح تمر به البلاد خاصة في عيد الأضحى، المؤسسة قامت بإجراء أنه تعقم ليلة العيد المذبح وتعقمه في ثاني يوم عيد المذبح. بخصوص التدابير الخاصة بتنظيم الدخول إلى مكان الذبح، فقد تم تعزيز الأطقم الأمنية. 62 عامل ما بين أعوان الأمن والصيانة وأعوان النظافة مجندين يوم الجمعة ويوم السبت على مدار ساعة 24 ساعة ل 24 ساعة. وقصد السهر على الجانب الصحي للأضحية، سخرت مجموعة من البياضرة لمعاينة الأضحية قبل أثناء وبعد الذبح. وكان الفحص البيطري وكان غرف تبريد، يعني إشكال غير مطروح. هذا العام عندنا خصوصية فيما يخص الكورونا فيروس، قلنا الإجراءات يعني باش المواطنين هذو يحافظوا على الصحة نتاعهم ويحافظوا على الأعوان نتاع اللي موجودين. وفيما يلي نتابع هذه الانطباعات حول عيد الأضحى المبارك، رصدتها كاميرا تلفزيون من وهران. إن شاء الله بربي إن شاء الله نريحوا من هذا الوباء إن شاء الله، وكاع المرض إن شاء الله يولوا ديارهم مريحين إن شاء الله. نتمنى إن شاء الله كل واحد يعرف 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 قدر هذا المرض اللي كاين، باه نديروا لا ديستونس بيناتنا، وباه كل واحد يا ربي غير تليفون ومعليش، والله يجعله هنا إن شاء الله والصحة، وتعيدوا كاع بالصحة إن شاء الله. صحة عيدكم، وإن شاء الله تعيدوا بالصحة ولهنا عقبال العام الجاي إن شاء الله، وما يكون غير الخير. وكاين كاين كاع التواصل الاجتماعي باش تقدوا تغافروا، ماشي شغل باوبليجي تروحي غير من بعد بالتليفون. عيطوا غاية كل شيء المحبة في القلب، كما يعرفوا كل واحد راه يعرف بلي كاينة ان دونجي. صحة عيدكم وان شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء، ونذكر الناس يقعدوا في ديارهم. احنا رانا لي جان على بالنا بلي رانا نكرهوا في الدار بزاف وقاعد يكوتينا، بصح حنا ما نخموش في روحنا، نخمو في بواتنا وماتنا راهم كبار، ما نجيبولهمش المرض خوتنا صغار وكاع. وهذا ما نذكر منكم غير زعما تقعدوا في دياركم، وان شاء الله فوتوا عيد بالصحه ولهنا، وان شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء. كثروا لنا غير الدعاوي ان شاء الله وصاي.
في الانشغال الصحي وحول التطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، عرض أمس الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا الدكتور جمال فرار خلال الندوة الصحفية اليومية، عرض مستجدات الوضع الصحي في البلاد بالمؤشرات والأرقام. تسجيل 602 حالة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، يصبح المؤشر ب 1.4 حالات لكل 100,000 نسمة، علم أن 16 ولاية لم تسجل أي حالة، 14 ولاية سجلت أقل من 10 حالات، و 18 ولاية سجلت 10 حالات فما فوق. فيما يخص الوفيات، سجلنا 14 وفاة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة رحمهم الله. أما فيما يخص الحالات التي خضعت للاستشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة، عددهم هو 486. الحالات التي تمثلت للشفاء حسب المعايير المعتمدة عددها وصل لحد اليوم 20,082، منهم 490 تمثلوا الشفاء وغادروا المستشفيات خلال 24 ساعة الأخيرة. فيما يخص الاستشفاء، عندنا حاليا 62 مريض في العناية المركزة. وصل أمس إلى مطار أحمد بن بلال بوهران 129 مواطنا جزائريا كانوا عالقين بروسيا، حيث تمت إجراءات استقبالهم في ظروف تنظيمية محكمة قبل نقلهم إلى مراكز الحجر الصحي. أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية أن عدد المواطنين الجزائريين العالقين في الخارج الذين تمت إعادتهم إلى أرض الوطن في إطار تواصل المرحلة الثانية التي انطلقت في 20 جويلية الجارية قد بلغ 800,511 مواطنا إلى غاية 28 جويلية الجارية، وستنطلق المرحلة الثالثة من عملية الإجلاء بداية من شهر أوت المقبل، حيث برمجت 13 رحلة خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 9 أوت 2020، من بينها 9 رحلات تنطلق من 4 مطارات كبرى يتم فيها تجميع المواطنين الجزائريين العالقين بالعديد من البلدان حول العالم، منها دبي، اسطنبول، دوحة، باريس، واشنطن، المملكة العربية السعودية، جنوب إفريقيا والعراق. كما يوجد قيد الدراسة، برمجة تنظيم رحلات أخرى من هذه العواصم وغيرها، بالإضافة إلى ملف إجلاء ما تبقى من مواطنين العالقين في تونس وموريتانيا. في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني أول أمس بقسنطينة، أوقفت 4 تجار مخدرات بحوزتهم 90,000 قرص مهلوس، في حين أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمن راست وبرج باجي مختار 12 شخصا، وحجزت 3 مركبات رباعية الدفع و20 مولدا كهربائيا و18 مطرقة ضغط وجهازي كشف عن المعادن، بالإضافة إلى أغراض أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب. في السياق ذاته، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الضك الوطنية ومصالح الجمارك بأضرار 6 مهاربين، وحجزت شاحنتين ومركبة رباعية الدفع وأزيد من 38,000 لتر من الوقود، فيما ضبط عناصر الضك الوطني بالوادي شخصا وحجزت شاحنة محملة ب 48 قنطارا من مادة التبغ الموجهة للتهريب. من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية ل 112 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وتلمسان وعنابة. التمس أمس النائب العام لدى الغرفة الجزائية أقول بمجلس قضاء الجزائر تشديد العقوبة في حق المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل والمتابعين معه بتهم ذات صلة بملفات الفساد أو بملفات فساد أبرزها تبييض الأموال والثراء غير المشروع واستغلال النفوذ، وكذا الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة.
مشروعة. وكانت المحكمة الابتدائية بسيد محمد قد أدانت في الفاتح من أفريل الفارط المتهم عبد الغني هامل بعقوبة 15 سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار. كما تمت إدانة أبنائه عميار وشفيق ومراد وابنته شاهيناز وزوجته عناني سليمة بعقوبات وغرامات مختلفة. ختاما، وفي ظل الانتشار الواسع لفيروس كورونا واستمرار تعليق الصلوات بالمساجد ومنها صلاة العيد، يدعو أئمة وعلماء الجمهورية إلى أداء صلاة عيد الأضحى بالمنازل فرادى أو جماعات لتفادي انتشار العدوى. يونس لك حديب. الله أكبر. شعيرة سنها الله في خلقه منذ الأزل البعيد، شعيرة الصلاة التي علقت من المساجد لظروف صحية. فماذا عن صلاة العيد؟ وصلاة العيد هي سنة مؤكدة في مذهبنا، وفي ظل هذه الجائحة يتعذر علينا إقامة هذه الصلاة في المساجد، فلذلك صلاة العيد نؤديها في بيوتنا، تؤدى فرادى وتؤدى جماعة، تؤدى فرادى في البيت وتؤدى جماعة كذلك بين أفراد العائلة في البيت. أما عن كيفيتها، تؤدى كما تؤدى في المساجد بتكبيرة الإحرام في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام 6 تكبيرات، ثم يقرأ الفاتحة والسورة بعد الفاتحة جهرا، ثم في الركعة الثانية كذلك الفاتحة جهرا والسورة بعد الفاتحة. قبل الفاتحة نكبر 5 تكبيرات، إذا عدينا تكبيرة الانتقال تولي 6 تكبيرات. ثواب صلاة العيد في المنزل يعادله أداؤها في المساجد في ظل الجائحة بإجماع علماء الأمة. صليناها في المسجد نؤجر، صليناها في البيت فرادة أو جماعة بين أفراد العائلة نفس الأجر. لازم منا كامل نقوم بصلاة العيد في المنزل. الله غالب، رانا في حالة ما سمحناش باش نروحوا المساجد، وهذا الشيء ماشي احنا قلناه، راهم يقولوا به، راهي تنادي به الدولة أو الدول، وراهم ينادوا به العلماء والأطباء. هي سنة تعلق قلب المسلم بها، لكن تركها هذا العام ضرورة للحفاظ على مقصد شرعي وهو حفظ النفس. ختام النشاط، للتواصل معنا مشاهدينا عناويننا الإلكترونية تبقى دائما في الخدمة. ليلة هادئة وصحة عيدكم.